مقدمة بس في البيكتوس هتفيدنا بعد كده في الاناليتيكال وهتفيدنا في اثبات الاكسلريشن بنجيبها ازاي. احنا لو عندنا نقطة في بلين اكس واي لو خدنا اليونت فيكتور في الاتجاه ده كده اي واليونت فيكتور في اتجاه الواي هو ايه؟ جي لو قلنا البعد ده كده ار بيميل بزاويه ثيتا اليونت فيكتور في الاتجاه بتاع النقطه دي اتجاه الار هيساوي ايه يا شباب؟ يعني لو خدنا هنا فيكتور طوله 1 ممكن نكتبه ازاي؟ هيبقى عباره عن ايه؟ لو خدناه كده هيبقى 1 كوساين ايه؟ ثيتا الفيرتيكال هيبقى 1 ساين ثيتا يعني اليونت فيكتور في اتجاه الار هيبقى عباره عن كوساين ثيتا في ايه؟ في اي بلس ساين ثيتا جي او لو عملناه بالكومبلكس نمبر احنا عارفين ساين او كوساين بلس اي ساين بيساوي يا شباب يعني لو خدنا المحور ده هو محور الريال وده الايماجيني عارفين اي اي ثيتا بيساوي كوساين ثيتا بلس اي ساين ثيتا كوساين ثيتا بلس اي ساين ثيتا كوساين ثيتا اللي هو الريال اللي هو في اتجاه الاكس يعني بلس اي ساين ثيتا اللي هو ايه في الاتجاه الواي اللي هو الايماجين يبقى اليونت فيكتور ممكن نمثله
يونت فيكتور في اتجاه الار ممكن يمثله بايه؟ اي اي ثيتا. اي اس اي ثيتا. يعني معنى كده ان الفيكتور بتاع نقطه بي لو قلنا دي نقطه بي يبقى ار بي بوزيشن بتاع بي هيساوي ار ار اللي هو البعد ده اي اي ثيتا. تمام كده يا شباب؟ اليونت فيكتور بكام؟ اي اي ثيتا. والطول نفسه كام؟ ار. فده اللي بتسميه الماجنتيود، والثيتا دي اللي بنسميها ايه يا شباب؟ الانجل. اي فيكتور ممكن نحط على شكل ماجنتيود وانجل. طيب ده البوزيشن. الفلوستي هتبقى ايه؟ الفلوستي بتاعت نقطه بي هتساوي ايه يا شباب؟ ده فاضل بالنسبه لايه؟ فلوستي فاضل بالنسبه للثيتا؟ فاضل بالنسبه للتايم، فاضل بالنسبه للتايم. لو فرضنا ان الار والثيتا الاثنين فاريبل هنقول ان التفاضل الاول اللي هو ار دوت، احنا طبعا التفاضل بالنسبه للتايم هنحطه ايه؟ دوت. يبقى ار دوت التفاضل الاول في الثاني اي اي ثيتا بلس الثاني الاول في تفاضل الثاني. التفاضل الثاني يا شباب اي 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 ثيتا في ايه بقى؟ دي ثيتا باي دي تي اللي هو ثيتا دوت اللي هو ثيتا دوت. تعال نشوف الكلام ده بيعني ايه. لو احنا رجعنا للشكل ده تاني اهو، ده الفيكتور اللي هو الاتجاه ده اللي هو اي اي ثيتا. الاتجاه العمودي عليه هيبقى ايه يا شباب؟ الاتجاه العمودي عليه الانجل زادت كام؟ زادت ايه؟ 90. يعني هيبقى اي اي ثيتا زاد ايه؟ باي على 2 او بيساوي اي اي ثيتا في اي اي باي على 2. تمام كده؟ طيب اي اي باي على 2 اللي هو كوزاين باي على 2 بلس اي ساين باي على 2. كوزاين باي على 2 بكام؟ كوزاين 90 0 وساين 1. يعني كل ده ممكن نقول ان هو بيساوي يا شباب اي 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 سي. يبقى الاتجاه اليونت فيكتور في اتجاه البوزيشن بتاع نقطه بي اي اي سي العمودي عليه اي في اي اي سي. طب الفلوس اللي احنا جبناها دلوقتي، احنا جبنا تو كومبوننتس، واحده بتساوي ار دوت ده المقدار بتاعها. هو دلوقتي حتى لما جبت اي بتساوي اي وبتاخد باي على 2 وحصل عليها ثلاثه ايه بتساوي ثاني؟ ده ده ايه يا باشمهندس؟ اي واي باي على 2 اللي هو بيساوي كوساين بلس اي ساين. مش كده؟ اي اي ثيتا بيساوي ايه الاول؟ كوساين ثيتا بلس اي ساين ثيتا. طب لو الثيتا دي باي على 2 يبقى كوساين باي على 2 بلس اي ساين باي على 2. كوساين باي على 2 بكام؟ 0 وساين باي على 2 ب1 يبقى بس ايه؟ اي. يبقى كان الكلام ده كله مضروب في ايه؟ في اي. يبقى لو خدنا الاتجاه ده كده اي اي ثيتا يبقى الاتجاه العمود عليه ايه؟ اي في اي اي ثيتا. تمام؟ تعالى نبص للفلوستي اللي احنا جبناها تو كومبوننتس، واحده بتساوي ار دوت اي اي ثيتا ده الاتجاه يا شباب. يعني واحده هتكون في الاتجاه في الاتجاه ده، والثانيه بتساوي ايه؟ ار في ثيتا دوت. ار في ثيتا دوت ده مقدارها واتجاهها اي اي ثيتا على الاتجاه العمودي. لو ار زي لو ار ديت عباره عن لين بتتغير طول ما بتتغيرش في اللين. يعني لو اس كونستنت يبقى الجزء الاولاني ده ايه؟ بزيرو، يبقى الجزء ده مش موجود. يبقى مين يا شباب؟ ار ثيتا دوت في الاتجاه العمودي. دي اللي احنا كنا بنجيبها، احنا كنا بنقول الفلوستي الروتيشنال لينك اي نقطه على الروتيشنال لينك بتساوي اوميجا في البعد اوميجا في ار. يعني اوميجا في ار مين الاوميجا؟ اللي هي ثيتا دوت اوميجا اللي هي ثيتا دوت. يعني كان
انا دلوقتي اثبتت ان الكلام اللي احنا كنا بناخده المره اللي فاتت ان السرعه لاي نقطه على روتيتنج ب بتساوي ايه؟ بتساوي ار في اوميجا، ار في سيتا روت، ار في اوميجا، واتجاهها اتجاهها عمودي على اتجاه اللينك. لو ده اتجاه اللينك العمودي عليه هو الاي اي اي سي، ده اتجاه الكلام. التعامل مع الكومبلكس الكلام ده بيبقى اسهل في التفاضلات والحاجات. يعني احنا عشان نعمل خلينا بالاي والجي هنعمل ايه؟ هنفاضل الاي. طب تفاضل الاي بالنسبه لل بيدي لك ايه؟ بالنسبه للتايم هدي لك ماينس جي. تفاضل الجي حاجات عايزه يعني واحد منهم ريل واحد ثاني ايه؟ ايمج. ايوه ما انا بقول لك اي فيكتور اي اي سيتا اي اي سيتا لو هو فيكتور مقدار الوحده مركباته ايه في اتجاه الاكس؟ مركبته ايه هنا؟ كوزاين سيتا. مركبته الفيرتيكال ساين سيتا. ده كوزاين وده ساين عشان نحطها على شكل فيكتور فبنحطها كوزاين بلس اي ساين. تمام؟ يبقى احنا عرفنا مين هو في اتجاه ايه؟ اتجاه الاكس. الايماج في اتجاه الواي. انا ما باخدش الاي، انا باخد بس ايه القيمه اللي موجوده في الاي. لو جبنا يا شباب بعد كده الاكسلريشن احنا قلنا الفلوستي هتبقى بس تاني هنا الفلوستي طلعت بتساوي ايه؟ ار دوت اي اي سيتا بلس ار سيتا دوت اي 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 سيتا. الاكسلريشن بتاعت نقطة بي هتساوي ايه؟ فاضل الكلام ده بالنسبة لمين؟ للتايم. بالنسبة للتايم ناخد بالنا هنا بقى ايه؟ ترمين يبقى ايه؟ ار دبل دوت اي اي سيتا زائد احنا لسه في ترم الاوائل ار دوت تفضل الاي اي سيتا اي اي سيتا دي سيتا بقى دي اللي هو ايه؟ سيتا رو. في ايه؟ اي تمام بلس ناخد بالنا هنا دي كم مضروب في بعض يا شباب؟ ثلاث ترمات يعني هنقول ايه؟ التفاضل الاول في الثاني في الثالث وتفاضل الثاني وفي الاول في الثالث وهكذا يعني هيجي لك ايه كذا كذا. انا اللي يهمني بكل ده بعد كده ايه؟ انا باخد دايما الار ايه كونستانت باخد الار كونستانت. ففي الاخر لو خدنا الار كونستانت يعني معناها الار دوت بزيرو والار دوت بزيرو بيطلع الكلام ده عباره عن ماينس اوميجا سكوير ار حيث اوميجا سكوير اللي هي سيتا دوت سكوير سيتا دوت سكوير اي اي سيتا بلس الفا فار فاي اي اي سيتا. هقول لك اهو اوميجا دي اللي هي مين يا شباب؟ سيتا دوت سيتا دوت الانجل سيتا يبقى الانجلر فلوستي سيتا دوت الانجلر اكسلريشن سيتا دبل دوت. انا سميت السيتا دوت اوميجا وهنسمي السيتا دبل دوت الف سيتا دبل دوت الف. في الاخر يا شباب انا بقول بعد ما نعمل التفاضل بتاع المقدار ده واحط الار كونستانت يعني الار دوت والار دبل دوت بزيرو هيطلع لك بقى بس ترمين. الترمين دول هم ايه؟ واحد مقداره واحد مقداره اوميجا سكوير ار واتجاهه ايه؟ اي اي سيتا.
ضرب اوميجا سكوير ار واتجاه يا شباب بص بقى في اشاره ايه نجم يعني في اتجاه في اتجاه المركز في اتجاه المركز في اتجاه الاوريجن والثانيه بتساوي كام يا شباب مقدارها الفا في ار الفا اللي هي سيكا ضرب الدوك اللي هي الانجولار اكسلريشن الفا في ار في اي اتجاه في اتجاه العمود يبقى اي جسم يتحرك حركه دورانيه له كام مركبه مركبتين واحده في اتجاه السنتر اوف روتيشن بنسميها السنتريفيتال كومبوننت المركبه دي في اتجاه السنتر اوف روتيشن بنسميها السنتريفيتال كومبوننت او المركبه المركزيه المركبه ايه المركزيه بتساوي كام اوميجا سكوير في ار اوميجا سكوير في ار المركبه الثانيه عموديه عليه مركبة ثانية عمودية عليها بتساوي كام يا شباب؟ ألفا في أر. يبقى أي نقطة بتتحرك حركة دورانية على ليه؟ بتتحرك حركة دورانية لها مركبتين للعجلة واحدة سنتريفيتال واحدة إيه؟ ترانسفيرس أو بنسميها التانجنشنال يعني في اتجاه التانجنت عمودية عليها. السنتريفيتال بتساوي أوميجا سكوير في أر والتانجنشنال بتساوي إيه؟ بتساوي ألفا في أر. تمام كده؟ نعم. هو ازاي بيبقى المعادله بيطلع ثاني. انا مش عايز بس نخالف في ايه لان احنا نفاضل ثلاث مقادير والكلام ده وفي الاخر انا بحط الار دوت بكام والار بفلوس. ايه بس؟ ملخص الكلام ده كله ملخص الكلام ده كله جسم بيتحرك حركة دورانية حوالين نقطة O عايز اجيب عجلة نقطة A بقول ان عجلة A بتساوي مركبة مركزية بنسميها ايه؟ A centripetal بلس مركبة تانية ايه؟ تانجنشن المركبه سنتريفيتال في اي اتجاه كده دي المركبه ايه سنتريفيتال المركبه العموديه او التانجنشن عموديه عليها كده ده فاضل الاوميجا ازاي الاوميجا والالفا كاونتر كلوكس واحنا احنا شباب دايما هناخد الاتجاه الكاونتر كلوك وايز هو الاتجاه الايه؟ البوزيتيف. يعني نعتبر دايما الكاونتر كلوك وايز هو ايه الاتجاه البوزيتيف. يعني بحيث انها ان هو لو جه قال لك في مساله ان الكرانك بيدور ب 300 ار بي ان دي ايه ديت؟ دي اوميجا وما قالش حاجه ما قالش اتجاهها هنعتبره ايه؟ كاونتر كلوك وايز. هنعتبره كاونتر كلوك وايز. لو قال لي خلاص يبقى ايه كلوك وايز او كاونتر كلوك وايز الاتجاهات بقى الكاونتر كلوك وايز بوزيتيف والنيجاتيف الكلوك وايز يبقى نيجاتيف ده هيفيدنا اكتر فين؟ في الطريقه الاناليتيكال في الطريقه الاناليتيكال لكن احنا طالما بنرسم بنشوف اتجاه الاوميجا ازاي اتجاه الالفا ازاي بنحط المركبات على حسب الاتجاهات دي يبقى دي المركبه يا شباب التانجنشن المركبه السنتريفيتال بتساوي سلق اوميجا سكوير ار اوميجا سكوير ار السالب معناها ايه؟ ان هي في اتجاه السنتر المركبه الثانيه مقدار برضو مقدارها بيساوي الفا في ار خلاص كده؟ لو حطينا الاتجاه جنبها يبقى هنا اي اي سيتا هنا ايه؟ اي سيتا ده ما يهمنيش في حاجه دلوقتي. عرفت دلوقتي في مركبه مركزيه ومركبه ايه؟ عموديه عليها في اتجاه الالفا. مركبه عموديه في اتجاه الالفا. يعني لو الالفا كاونتر كلوك وايز يبقى المركبه لفوق كده. لو الالفا كلوك وايز يبقى المركبه ايه؟ لتحت. الالفا اللي هي مين؟ الانجلر اكسلريشن. الانجلر اكسلريشن. طيب
عموما بقى يا شباب لو عندنا نقطتين ايه وبي وعايز اجيب الاكسلريشن بتاعت بي ريلاتيف تو ايه زي الفلوستي بالظبط بنساوي ايه ماينس حط مين الاول اي بي ماينس اي اي لو عندنا نقطتين واجيب الريلاتيف اكسلريشن ما بينهم بتساوي الاكسلريشن بتاعت النقطه بي ناقص الاكسلريشن بتاعت نقطه اي او بنكتبها بقى في صوره الصوره اللي احنا عارفينها الاي بي عموما هتساوي ايه يا شباب الاي اي زي ما كنا بنكتب الفلوستي بالظبط بلس اي بي ريلاتيف تو اي ونبقى واخدين في حسبنا ان الاي بي بالنسبه لاي بتساوي نيجاتيف اي اي بالنسبه لبي الريلاتيف اكسلريشن بي بالنسبه لاي عكس مين عكس الاي بالنسبه للبي فاضل لنا لو ده ينفع فين يا شباب في الفلوتنج موشن فلوتنج لينك عندي سرعه نقطه وعايز اجيب سرعه ايه النقطه الثانيه كده يعني الجسم كده يا شباب عندي الاكسلريشن بتاعت نقطه ايه وعندي الاوميجا والالفا اوميجا والفا وعايز اجيب ايه الاكسلريشن بتاعت نقطه بي نكتب المعادله ازاي اي بي بيساوي ايه زائد اي بي بالنسبه لايه اي بي بالنسبه لايه كم مركبه كده كانك حاولت لها دوران حوالين نقطه ايه يبقى لها مركبتين اللي هما مين اي بي ريلاتيف تو ايه لها مركبتين واحده سنتريمتر وواحده ايه تانجنت والسنتريمتر بتوازي مين؟ بتوازي بي اي وليس ايه؟ اي بي السنتريمتر يا شباب من النقطة اللي أنا بجيب الأكسيشن بتاعتها للنقطة اللي أنا بنسب لها يعني هيبقى اتجاهها كده من البي للاي بيوازي بي اي وليس اي بي تفرق؟ تفرق طبعا طيب اتجاه التانجنشال كومبوننت دي عمودي على مين؟ عمودي على اي بي عمودي على اي بي في اي اتجاه؟ في اتجاه الالفا مش الاوميجا في اتجاه الالفا في اتجاه الانجلر اكسلريشن يبقى ديت الاي اي بي بالنسبه لاي تانجنشال يبقى احنا خدنا دلوقتي الحركه الدورانيه والحركه الايه؟ الجنرال طب الترانسليشن موشن جميع النقط لها نفس ايه؟ نفس العجله زي ما كان لها نفس السرعه برضه لها نفس العجله فاضل لي يا شباب لما يكون الاثنين بيعملوا سلايدنج على بعض والاثنين موفينج لينكس والاثنين موفينج لينكس هناخدها حالة جنرال عندي لينكين اهما بيعملوا سلايدنج على بعض ده اللينك رقم 3 وده اللينك رقم 4 ركز معايا انا عايز اجيب ايه يا شباب؟ عايز اجيب عجلة بي بالنسبه لمين؟ لايه؟ بي وايه هي نقطة واحدة يا شباب في البوزيشن بمعنى ايه؟ بمعنى لو جبت البوزيشن هتقول ار ايه بيساوي ار بي بي ار ايه بيساوي ار بي البوزيشن بتاع نقطة ايه بيساوي البوزيشن بتاع نقطة بي ولكن نقطة ايه وعلى لينك كام؟ 3 ونقطة بي وعلى لينك 4 يعني الاي وبي دي الكونتاكت بوينت الكونتاكت بوينت حصلنا يا شباب ان الاوميجا بتاعت اللينك 3 والالفا بتاعته
في الاتجاه المظلم. اوميجا والفا في الاتجاه المظلم. خد بالك انا كاتب هنا ايه؟ اوميجا ايه والفا ايه؟ هل ده معناه سين الاوميجا والالفا بتاع نقطه ايه؟ لا، انا اقصد بيها ايه؟ اللينك اللي عليه نقطه ايه؟ اللينك اللي عليه نقطه إيه؟ عشان تبقى بس بصوره ايه؟ بصوره عامه، ما يبقاش اللينك 3 ما تاخدش رقم 3. لو ده لينك اي حاجه اي رقم يبقى هي هياخد نفس ايه؟ الرقم بتاعه. وهنا يا شباب خدت الاوميجا والالفا بتاعت اللينك اللي عليه نقطه بي، سميتها اوميجا ايه والفا اوميجا بي والفا ايه بي، وخدتهم الاثنين في الاتجاه البوستر. انا بقول الكلام ده وبركز عليه ليه؟ لان احنا هنستنتج دلوقتي علاقه عجله بي بالنسبه لايه؟ العجلات ديت او العلاقات ديت مستنتجه من الشكل ده. لو اي حاجه هنا اتغيرت هيتغير الاستنتاج بتاعه، وهتشوف ازاي احنا بنغير في شكل المعادله على حسب الاوميجات والكلام ده. نقطه ايه وعلى كيرف كده، السنتر اوف كيرفتشر بتاع الكيرف ده نقطه سي. نقطه بي وعلى كيرف، السنتر اوف كيرفتشر بتاع نقطه بي هو نقطه اف. تمام، يعني سي اف ده يا شباب خط المركزين، خط المركزين مركز سنتر اوف كيرفتشر لنقطه A وسنتر اوف كيرفتشر للكيرف اللي بقى عليه نقطه B. المسافه بين السي والA لو ده سنتر اوف كيرفتشر، المسافه دي يا شباب ريديوس اوف كيرفتشر، ريديوس اوف كيرفتشر للكيرف اللي عليه نقطه A تسميه رو A، والريديوس اوف كيرفتشر للكيرف اللي عليه نقطه B بنسميه رو بي. تمام كده؟ الخط ده بنسميه يا شباب كوما تانجنت، المماس المشترك، ده المماس المشترك كوما تانجنت. العمود عليه كده بيمر من المركزين سي و اف، الخط اللي بيمر بالسي و اف ده بنسميه كوما نورمال. يبقى في عندنا عمود مشترك ومماس مشترك، والاثنين طبعا ايه؟ عمودين على بعض. بناخد اليونت فيكتور، بناخد اليونت فيكتور في اتجاه الكومن نورمال بنسميه ايه؟ يو ان. يو ان ده اليونت فيكتور، يعني انا الفيكتور اللي قيمته كام؟ واحد في اتجاه الكومن نورمال. الكومن تانجنت باخد عليه برضه اليونت فيكتور اسمه ايه؟ يو تي. يو تي انا حاطط اليو ان واليو تي، طب ممكن احط اليو ان كده او كده، اليو ان كنت ممكن احطه كده او كده. انا حطيته من فين يا شباب؟ متجه من السنتر اوف كيرفتشر بتاع ايه للسنتر اوف كيرفتشر بتاع مين؟ بتاع بي. اليو تي عمودي عليه وبيسبقه ب 90 درجه. يسبق يعني ايه يسبقه؟ يعني انت لو لفيت في انهي اتجاه بقى؟ الاتجاه البوست اللي احنا اتفقنا عليه من شويه هو ايه؟ الكاونتر كلوك وايز. يعني ما ينفعش احط اليو ان كده واحط اليو تي كده. كده يبقى مين اللي يسبق الثاني؟ اليو ان هو اللي يسبق اليو تي. لا، انا بحط او الفرق بتاعي ان اليو تي بيسبق مين؟ اليو ان 90 درجه في الاتجاه البوست. يعني بمعنى ايه يا شباب؟ لو انا حطيت اليو ان كده، لو عكست يعني، لو حطيت اليو ان كده يبقى اليو تي ازاي؟ لتحت. يبقى اليو تي لتحت. ناخد بالنا من النقط اللي انا بقولها دلوقتي. عجله بي بالنسبه لايه؟ ايا كان عدد المركبات بتاعتنا، مش ممكن احللها تو كومبوننتس اللي هما في اتجاه اليو ان واليو تي؟ اللي في اتجاه اليو ان هسميها النورمال كومبوننت. هسميها ايه؟ النورمال كومبوننت. اللي في اتجاه اليو تي هسميها السلايدنج كومبوننت. سلايدنج كومبوننت عشان بس نميزها عن التانجنشال كومبوننت بتاعت الروتيشنال موشن. هنسمي دي يا شباب السلايدنج كومبوننت، لان هي ديت المركبه المسؤوله عن السلايدنج بين الاثنين. مسؤوله عن السلايدنج بين الاثنين.
يعني لو الاثنين ما بينهم رولينج كنت هتلاقي المركبه سلايدنج بكام؟ بزيرو، مفيش سلايد رولينج بس يعني مفيش سلايد. يبقى انا دلوقتي هحلل المركبات بتاعت دي بالنسبه لايه؟ الى مركبه واحده في اتجاه اليو ان ومركبه ثانيه في اتجاه اليو تي. اللي في اتجاه اليو ان هسميها النورمال كومبوننت، واللي في اتجاه اليو تي هسميها شباب لا سلايدنج كومبوننت، هنسميها سلايدنج كومبوننت. بعد الاثبات مش هدخلكم في الاثبات بتاعها، بيطلع لي عجلة بي بالنسبة لـ A، بي بالنسبة لـ A واحدة ايه؟ نورمال، لا انا كنت لسه بقول لك عليها دلوقتي، اتجاه مين؟ اليو ان اتجاه الكوبا النورمال، واحدة سلايدنج اتجاه اليو تي اتجاه التانجنشن او الكوبا التانجنشن. المركبة السلايدنج ديت بنجيبها من الاناليسيس، بنجيبها من الرسم. المركبة النورمال بتبقى معروفة. المركبة النورمال اللي احنا عملنا الاثبات بتاعها يعني، ما عملناهوش هو موجود في السلايد. الاثبات بتاعها بيقول لك ان المركبة النورمال عبارة عن الكلام ده كده. المركبة النورمال عبارة عن ادي واحدة اثنين ثلاثة. تعالى بس ايه نقرا كل مركبه فيهم قبل ما نسميهم ايه. المركبه الاولانيه بتساوي كده في بي بالنسبه لاي سكوير على رو اي بلس رو بي. مين الفي بي بالنسبه لاي؟ اللي هي سلايدنج فلوستي ما بين البي والاي اللي انا جبتها من فين يا شباب؟ من الفلوستي انالست. طبعا اي سرعه معروفه لان انا ما بعملش اكسلريشن انالست غير بعد ما اخلص الفلوس اناليسيس. يبقى في بي بالنسبه لايه؟ جبتها عندي. الرو ايه والرو بي؟ عندي اللي هو ايه لسه الكونفكشن لنقطه ايه ونقطه بي. بتكمل عليه نقطه ايه وبتكمل عليه نقطه بي. نيجاتيف. يعني ايه نيجاتيف؟ يعني عكس اليو ان، اليو ان انا فرضه من السي للاف. من ال بي يعني السنتر اوف كونفكشن بتاع ايه للبي. فدي عكسها يعني هتبقى في الاتجاه العكسي، هو في اتجاه الكوبا نورمال بس عكس اليو ان. المركبه الثانيه يا شباب نيجاتيف يعني برضه في اتجاه مين؟ عكس اليو ان. بتساوي في بي بالنسبه لايه؟ دي في بي بالنسبه لايه معروفه مضروبه في اوميجا ايه فرو ايه بلس اوميجا بي فرو بي. في حاجه انا بقولها يا شباب اي اوميجا جبتها من فين؟ يا اما موضوع يا اما جبتها من الفلوس اناليسيس على رو بلس رو، رو اي بلس رو بي. دي المركبه الثانيه. يبقى المركبه الاولى كلها معروفه، الثانيه كلها ايه؟ معروفه. الثالثه رو اي رو بي اوميجا اي ما يبقاش اوميجا بي سكوير على رو اي بلس رو بي. بس دي يا شباب يعني في اتجاه اتجاه اليو ان نفسه، كلهم في اتجاه اليو ان، كلهم في اتجاه اليو ان يعني كلهم نورمال كومبوننت، بس في اللي متفقه مع اليو ان في نفس الاتجاه وفي اللي هي ايه عكسها. طيب العلاقه دي يا شباب، العلاقه دي مش ممكن على طول اجيب منها الاي بي بالنسبه لاي نورمال لو عوضت القيم اللي هي عندي هنا، بس انا مستنتج العلاقه دي على انهي رسمه؟ على الرسمة دي. بمعنى ان هو ظهر عندنا ال في بي بالنسبة لـ A والأوميجا A والأوميجا دي. لو الأوميجا مثلا بي نفترض أوميجا بي كانت في المسألة بتاعتي كلوك وايز، هعمل ايه في العلاقة اللي احنا شفناها من شوية؟ ها؟ هحط نفس الكلام بس ايه؟ اوميجا بي احطها ايه؟ سالب. لو قال لي مثلا ان هي ب 10 وكلوك وايز احطها نيجاتيف 10 في التعارض بتاعي. تمام؟ مثلا
الرو ايه والرو بي. الرو ايه انا واخد الفيشر ازاي يا شباب كده. طب لو كان كده يعني لو كان الكيرف ده كده وبقيت البيت كده اهو نقطة سي هتبقى فين؟ هتبقى في الناحية دي. نقطة سي هتبقى الناحية دي. يبقى في الحالة ديت رو ايه؟ نحطها ايه؟ نجم. رو ايه اهي؟ لو نقطة سي جت الناحية التانية بقت رو ايه؟ نجم. يبقى انا عاوز المعادلات عن رو ايه؟ نجم. هناخد التفاصيل ديت واحدة واحدة دلوقتي. نرجع تاني للمعادلة بتاعتنا. المهم المعادله دي مستنتجه من فين يا باشمهندسين؟ من الرسمه دي. الرسمه دي بنفترض ايه؟ كل الافتراضات دي لازم تبقى في ذهن ان الاوليجات والالفات كلها في الاتجاه الجزء اللي هو في عمده كلوك وايز. نقطه A ونقطه B لهم سنتر اوف كيرفيتشر. لهم سنتر اوف كيرفيتشر. نقطه A واقعه على شمالها كده ونقطه B واقعه على ايه؟ يمين. يعني الكيرفيتشر بتاع البي واقع على اليمين. اليو ان برضه في اي اتجاه؟ من الاي للبي. من السنتر كيرفيتشر بتاع الاي للبي. اليو تي عمودي عليه بس بيسبقه بكام؟ 90 درجه. عمودي عليه بيسبق 90 درجه. تمام كده؟ ناخد الكلام ده في حسباننا واحنا بنحسب بقى المسائل بتاعتنا او الاثبات بتاعتنا. نرجع تاني للمعادله. نرجع للمعادلة بتاعتنا. في أي مسألة لو شفت امتحانات قديمة بتلاقي المسألة تحتها إيه؟ العلاقة دي. بس يعني مش مهم إن أنت تحفظ العلاقة دي، طبعًا مش هتحفظها. المهم إيه؟ تبقى فاهم كل حاجة فيها عبارة عن إيه؟ تجيب الـ O إزاي؟ تجيب الـ P بالنسبة لإيه إزاي؟ تجيب الأوميجا إيه؟ الأوميجا دي؟ الكلام ده هو إيه؟ هو الشغل بتاعك. انما العلاقه طبعا مش عايز تحفظها. يعني حتى لو اتزنقت فيها لو ما اتزنقتش واتزنقت فيها اثبتها. علشان نبسط الثلاث مركبات دول هسمي كل واحده فيهم باسم. كل واحده فيهم هسميها اسم. خدت المركبه الاولى دي سميتها يا شباب الروتيشنال كومبوننت. الروتيشنال كومبوننت. يبقى انا بدل ما بكتب المعادله كده هقول لك ان عجله النورمال في بالنسبه لايه؟ لها ثلاث مركبات، واحده روتيشنال اللي هي دي. والثانيه اللي هي دي كده سميناها يا شباب مصطفى كومبوننت. اللي مستنتج المعادله دي او الازمه العلاقات دي دكتور محمود مصطفى استاذنا هنا في الكليه. استاذ محمود مصطفى احنا بنفخر بيه كلنا يعني. استاذنا في الكليه هنا وربنا يديله يعني يكون في عمره الصحه. ومنشوره باسمه عالميا. مشهور باسم ايه؟ ام كومبوننت. ام كومبوننت او ام كومبوننت. محمود مصطفى كومبوننت او مصطفى كومبوننت. هو كان الكلام ده يا شباب منشور في الكتب باسم كوريولوس. كوريولوس ده واحد برضه كان عامل اثبات، بس عامل اثبات ليه يا شباب؟ السلايدر بيتحرك على ايه؟ على موفينج لينك. سلايدر بيتحرك على موفينج لينك، سواء اللينك ده ستريت لاين ولا كده. الدكتور محمود اصلا يعني اضاف ايه؟ ان يكون اللينكين نفسهم ايه؟ ما فيهمش سلايدر. يعني كل اللينكين جنرال لينكس، اثنين لينك بيعملوا سلايدر على بعض ايا كان شكل اللينكين دول. فده الجديد في الاثبات ده يعني. ف عندنا اول ترم سميناه يا شباب روتيشنال كومبوننت، الترم الثاني الام كومبوننت، الترم الثالث هنسميه رول كومبوننت. اللوري كوبر. يبقى عندنا كام مركبة؟ ثلاث مركبات.
تعال شوف الثلاث مركبات دول، واحد اثنين ثلاثة. لو عندنا احد اللينكين ستريت لاين، لو عندنا احد اللينكين ستريت لاين يعني كده، احنا قلنا اللينكين اسمهم ايه؟ ثلاثة اربعة مش كده؟ اللينك ثلاثة ايه؟ اللينك ثلاثة كيرف، واللينك اربعة ستريت لاين، واللينك اربعة ستريت لاين. يعني كيرف اللينك بيعمل انزلاق على ستريت لاين. طيب ايه التغيير اللي هيبقى في المعادلات؟ اول حاجة رو ايه كام يا شباب؟ نقطة ايه اللي هو على لينك ثلاثة؟ رو ايه كام؟ شوف الكيرف ده نص قطر القلم، يبقى هو ده الرو ايه. طب رو بي ما لا نهاية، رو بي بما لا نهاية. تعالى بقى نعوض في المعادلات الثلاثة. لو رو بي بما لا نهاية، يعني هجيب لك المعادلات تاني فوق اهي، احنا هنعوض دلوقتي في الثلاث مركبات دول عن الرو بي بما لا نهاية. أول مركبة اللي هي الروتيشنال، حطيت لها ار تي روتيشنال كومبوننت. رو بي بما لا نهاية يبقى إيه؟ أي حاجة على إيه؟ ما لا نهاية، يبقى المركبة اللي هي بتبقى بعد كده يا شباب زيرو. يبقى لو سلايدنج بيحصل على ستريت لاين هتحط رو بي بما لا نهاية يطلع المركبة دي زيرو. طيب المركبة اللي بعدها اللي هي الام كومبوننت، المركبة دي يا شباب خد بالك، في هنا عندنا ايه؟ رو بي، وهنا رو بي. ما ينفعش ايه؟ لما تطلع ال بالظبط كده، لما يطلع ما لا نهايه على ما لا نهايه ما ينفعش اقول دي بزيرو ولا بواحد، ينفع؟ فلا بعمل ايه؟ اول حاجه بقسم على رو بي، بقسم بسط وبطلع على ايه؟ رو بي. طيب اثنين في بي بالنسبة لإيه؟ أوميجا إيه؟ رو إيه على رو بي؟ زيرو. يبقى الترم الأولاني هنا زيرو، وهنا يا شباب أوميجا بي. طب تحت هيبقى إيه؟ رو إيه على رو بي اللي هو بكام؟ زيرو، ورو بي على رو بي اللي هو بكام؟ بواحد. يعني المقام بقى كام؟ واحد. يبقى كل المركبة هتطلع كام يا شباب؟ اللي هي كده؟ اثنين في بي بالنسبة لإيه؟ اوميجا ايه؟ اسف اوميجا بي، اوميجا بي الترم الاولاني واحد، اوميجا بي. اثنين في بي بالنسبه لايه؟ اوميجا بي. وهي دي يا شباب المركبه اللي كان كوريولس كان مطلعها، كان هو مطلع ايه؟ لو الحركه سلايدنج على ستريت لاين فبيطلع ايه؟ ان المركبه اللي هي النورمال بتساوي 2 في في اوميجا، 2 في في اوميجا، سماها كوريولس كومبوننت. سيبك من التسميات دلوقتي، خلينا في المركبات بتاعتنا. لو عندنا واحد من الاثنين ستريت لاين بنحط البوت بتاعته بايه؟ بما لا نهايه، فطلعت المركبه دي بزيرو، طلعت المركبه دي بايه؟ ب 2 في في اوميجا. 2 في في اوميجا، النيجاتيف خلينا في الارض عندنا. ليه؟ المركبة الثالثة برضه هنقسم عليها يا شباب رو ايه في رو بي، هنقسم البسط على رو بي راحت ده بقت ايه؟ رو في المكان في القلم في الكلام ده كده، وهنا رو ايه على رو بي بزيرو وبواحد، يبقى المقام بقى بواحد. يبقى المركبة كلها بتساوي كام يا شباب؟ رو ايه في اوميجا ناقص اوميجا سكوير. يبقى المركبات بتاعتنا الثلاثة اهو، الروتيشنال بزيرو، الام كومبوننت بنيجاتيف 2 في بي بالنسبة لايه في اوميجا بي، والرولينج كومبوننت بتساوي رو ايه في اوميجا ماينس اوميجا سكوير. طب لو العكس، هنا بقى ايه الفرق يا شباب؟ ان نقطة ايه هي اللي ايه؟ اللي على ستريت لاين.
كان الحاله اللي فاتت نقطه بي على ستريت لاين، هنا نقطه ايه على ستريت لاين اهي. يبقى مين هنا اللي في انفينيتي؟ رو ايه. بنفس الطريقه يا شباب هناخد المعادلات الثلاثه واحط رو ايه بايه؟ بانفينيتي. بس ما ننساش لو طلع رو ايه على رو ايه لازم ايه؟ نقسم الاول على البصل المقام على رو ايه قبل ما نعوض الانفينيتي يعني. هيطلع لك مركبه روتيشنال بزيرو، المركبه الام كومبوننت بتساوي القيمه دي، والروتيشنال او الرولينج كومبوننت بتساوي الكم. تمام؟ طب لو عندنا الحاله دي بقى، دي الحاله دي هي ايه؟ سلايدنج سلايدر على موفينج لين ستريت لاين. طب هنا يا شباب لو خدنا سلايدر هو لينك ثلاثه اللي هو عليه نقطه ايه، واللينك اربعه اللي هو الستريت لاين اللي عليه نقطه بي. سلايدر يعني ايه؟ يعني معتبره بارتكل جسيم، يعني ملوش ايه؟ ملوش ابعاد. في الحاله دي رو ايه بكام؟ زيرو. رو بي ما لا نهايه. يعني رو بي ما لا نهايه ورو ايه بزيرو. عوض في المعادلات هيطلع لك ايه؟ هيطلع لك ان المركبه الروتيشنال بزيرو والمركبه الرولينج بزيرو، هيتبقى بس ايه؟ الام كومبوننت. هيتبقى الام كومبوننت بتساوي ايه؟ بي في اوميجا. ودي المركبه اللي احنا سميناها ايه؟ كلها كلها بتستنتج من المعادلات بالشكل ده بس، فطلعت المركبه دي واحنا نورمال لو تكلمنا. طيب لو كده يعني البيت ثلاثة سلايدر، نقطة A وعلى سلايدر ونقطة B وعلى إيه؟ على كيف اللي يبقى في المعادلات بتاعتنا هنعوض عن الرو إيه بكام؟ زيرو، والرو بي بالقيمة اللي هو ده بتاعت الكيرف ده، القيمة اللي هي هتبقى معروفة يعني، وتطلع منها إيه؟ المركبات الثلاثة هيطلعوا بالمنظر ده كده. المركبة الروتيشنال هيبقى لها قيمة، المركبة الرولينج هتبقى زيرو، المركبة الإيه؟ اللي هي الام كومبوننت هتبقى بالقيمة دي كده. نعم. أنا المعادلات قدامي لما يجي لك الميكانيزم هيديك حاجة من دول كده. هات الاستراتيجي، رو كام هنا في الحالة ديت؟ على حسب انت هتكتبي في نقطة A وفي نقطة B. واضح؟ وتطلعي الرو A والرو B وتشوفي ايه؟ طبعا كل ده شباب بالاضافة لايه؟ ان احنا لما نيجي نعوض عند القيم بقى نفسها، يعني مثلا ال A B بالنسبة ل A M بالام كومبوننت بتساوي نيجاتيف 2 في B بالنسبة ل A في اوميجا B. لو كانت اوميجا B كلوك وايز، لو كانت اوميجا B كلوك وايز يبقى حطها بايه؟ بالنيجاتيف. طب لو كان في بالنسبه لايه؟ في دي بالنسبه لايه؟ هي في دي بالنسبه لايه اللي هي سامعينها يا شباب؟ السلايدنج فيلوستي. السلايدنج فيلوستي تبقى بص امتى؟ لو في اتجاه اليو تي، هي في اتجاه السلايدنج في اتجاه اليو تي. طب لو عكسها؟ نحطها ليه؟ يعني لما اجي اعوض عن القيم ديت بص الاول هيشوفها ايه؟ هي بوستيف بالفرض اللي انا فاضيله ولا ليه؟ فلو في دي بالنسبه لايه؟ نيجاتيف نحطها نيجاتيف. عكس اليو تي نحطها نيجاتيف. الاوميجا لو كله كويس نحطها نيجاتيف. دي نفسها بس اعتبر هنا السلايدر هو مين يا شباب؟ سلايدر على بي، البي على السلايدر يعني. والايه على الكبر ده؟ على الكبر ده. يبقى هنا مين اللي بزيرو؟ رو بي بزيرو، ورو ايه لها قيمه معروفه. تمام.
لا لا انت بتختار ده هتشوف مسألة دلوقتي وال... لو كان اثنين سلايد اثنين بالمنظر ده ده شرحتها وانا عارف نسبة المعارض لو كان بالمنظر ده يا شباب ادي نقطة A وادي نقطة B بس الكيرفتشر بتاع ايه عكس اللي احنا مستنتجينه يا شباب يبقى في الحالة دي نحط له ايه كام؟ نيجاتيف يعني لها قيمة لكن نحطها ايه؟ نيجاتيف طب لو كان كده المفروض ان الكيرفتشر بتاع البي مركزه هنا كام؟ فيبقى هنا الرو بي هو اللي نيجاتيف هنا رو ايه نيجاتيف وهنا رو بي هو اللي نيجاتيف يبقى برضه اتجاه ال او قيمة الرو ممكن تكون بوست ممكن تكون نيجاتيف على حسب واقع النقطتين بالنسبة لبعض تاني بقى ملخص اللي احنا قلناه عندنا كم حالة لأنواع حركة في الإنكاس يا شباب؟ أربع حالات يا إما إيه؟ روتيشنال يا إما ترانسليشن يا إما فلوتنج اللي هي جنرال موشن يا إما سلايدنج يا إما سلايدنج فول أوف الإنكاس لو روتيشنال عجلت أي نقطة على اللينك اللي هو بيتحرك على روتيشنال اللي هو مركبتين واحدة سنترفتر واحدة ايه؟ تانجنشال. السنترفتال قيمتها كام؟ اوميجا سكوير في الاو اي واتجاهها من الاي للاو. ما ننساش ما ينفعش نقول من الاو للاي من الاي للاو اتجاه المركز دايما اتجاه مركز الدوران والمركبة التانجنشال بتساوي الفا في ايه؟ في او اي الفا في او اي واتجاهها ازاي؟ عمودية على الـ OA بس في أي اتجاه؟ في اتجاه الألفا في اتجاه الألفا اللي هي إيه؟ الـ Angular Acceleration أدي الحركة بإيه؟ Rotation لو حركة Translation كل النقط على الجسم لها نفس إيه؟ السرعة ونفس الشرعبة كل النقط لها نفس السرعة ونفس العين جسم يتحرك حركة إيه؟ متوازية نسميها انتقال متوازي الحركة Floating أو General سرعة نقطة بي آسف عجلة نقطة بي بتساوي عجلة نقطة A المعروفة زائد عجلة بي بالنسبة لإيه؟ عجلة بي بالنسبة لإيه؟ خلاص حولتها لإيه؟ لروتيشن فبقى لها مركبتين واحدة سنتريفتال متجهة من فين لفين يا شباب؟ خد بالك أنت بتقول إيه؟ بي بالنسبة لإيه؟ يعني مين السنتر بتاعك؟ إيه؟ B بالنسبة لـ A يبقى السهم من فين؟ من B للـ A من B للـ A كده دي المركبة السنتريفتال بتساوي طبعا أوميجا سكوير في الـ AB المركبة التانجنشنال عمودية عليه عمودية عليه وبتساوي الألفا في الـ AB وعمودية في اتجاه مين يا شباب؟ اتجاه الألفا اتجاه الألفا أدي إيه؟ ثلاث حالات الحالة الأخيرة اللي هي تو سلايدنج تو موفينج نيتس بيعملوا سلايدنج على بعض عجلة بي بالنسبة لإيه؟ عجلة بي بالنسبة لإيه؟ بي بالنسبة لإيه؟ كام مرة كده يا شباب في البداية كده؟ واحدة نورمال واحدة سلايدنج واحدة نورمال واحدة سلايدنج النورمال في اتجاه اليو ال والسلايدنج في اتجاه الايه؟ يوبي ده اتجاه الكوره النورمال وده اتجاه الايه؟ الكوره الثانيه. سيبك من المركبه السلايدنج بتيجي من الرسم تيجي من الحل يعني. المركبه النورمال لها ثلاث مركبات واحده روتيشنال مصطفى كومبولر رولر كومبولر كل واحده فين بتساوي ايه بقى؟ المعضلات بتاعتها هتلاقيها مكتوبه قدامك. خلاص كده يا شباب يبقى هنا المركبه النورمال بتبقى معروفه مقدارا واتجاها
كده النورمال معروفة مقدارها واتجاهها. المركبة اسمها دي بالمعروف ايه؟ اتجاهها بس. اتجاهها بس. لكن المقدار بنجيبه من حاجة المعادلة نفسها. طريقة الحالة بقى زي طريقة عمل الأنالس. احنا دلوقتي عرفنا اي نقطة نجيب الاكسليشن بتاعتها ازاي او الاكسليشن ريلاتيف اكسليشن بتاعتها ازاي. زي ما كنا بنرسم بنص الدايجرام يا شباب هنرسم ايه؟ اكسليشن دايجرام. الاكسليشن دايجرام زي ما اتفقنا في بنص الدايجرام كل نقطة في الميكانيزم يبقى لها صورة فين؟ في البروس دايجرام. وكنا احنا سمينا النقط اللي على الميكانيزم كابتن او كابتن والنقط اللي على البروس حطيناها ايه؟ سموث. في نقط ثانيه برضو كل نقطه في الميكانيزم هتظهر في الاكسلريشن دايجرام وهحطها ايه؟ هنحطها داش سموث وداش. هنحطها سموث وايه؟ وداش. يعني نقطه ايه يبقى في الدايجرام هتبقى ايه؟ ايه داش. لما تجيب نقطة ايه داش يبقى انت جبت نقطة ايه قبل. ناخد المثال بتاعنا اللي احنا حل... بالمناسبة كم واحد حل بروس دايجرام للمثالين اللي فاتوا؟ كل عشان ماشي ولا عشان مبقاش في جزء ولا ايه؟ لا انا مصدقه حيبان حيبان. طبعا اول حاجه يا شباب قبل ما نبدا الفيلوسيتي الاكسلريشن دايجرام لازم نكون راسم ايه؟ الفيلوسيتي ونطلع منه ايه؟ نطلع منه كل ايه؟ الاوميجات. لان احنا عارفين المركبه السنتريه بتاعت بتساوي ايه يا شباب؟ اوميجا سكوير في طول الليل. اوميجا سكوير في طول الليل. فكل اللينكات لازم يكون معروف ايه؟ الاوميجا بتاعتها. عندي اوميجا 2 دي اللي كانت جذر. عندي الاوميجا 3 طلعتها. اوميجا 4 5 6 7. احنا عارفين الميكانيزم كانت كام ليه؟ 8 لينكس. اللي هو التوتال الميكانيزم. اللي هو 2 4 بار 1 انش. طبعا اخر اوميجا بتاعت اللينك 8 لينك 8 كان سلايدر. كان سلايدر. فطبعا ملوش اوميجا. نبدا باول حاجه اللي كده شغال مرسوم راسم ايه ده؟ البروس دايجرام مرسوم عندك. هنبدا ناخد الاكسلريشن دايجرام. اكسلريشن يا شباب الاكسلريشن زي ما اخترت نقطه بدات بيها الفروستي هختار نقطه احط فيها ايه؟ الاكسلريشن. بتمثل جميع النقط اللي ثابته اللي هي عجلتها بكام؟ بزيرو. عجلتها بزيرو اللي هي عندي ايه يا شباب؟ O داش S داش Q داش دي جماعة نقطة. طب سريعا كده يعني أنا هبدأ بعجلة مين؟ هو بديني الـ O A الـ O بتاعت الـ O A أو O A 2
بتساوي 31.4 وبين اللي هي ايه؟ فالفا تو كويس وكونستنت. يعني الفا 2 بكام؟ زيرو. يعني الفا 3 بكام؟ لا طبعا. ده فين؟ انا بعمل اناليسيس دي يا شباب عشان اطلع كل الاكسلريشنز سواء لينير اكسلريشن بتاعت نقطة او انجلر اكسلريشن بتاعت ايه؟ لين. انا عايز اطلع كل الالفا ده. الفا 2 بزيرو هو اللي قال لي كده، قال لي ان السرعة كانت ايه؟ يونيفورم فلوستي او كونستنت فلوستي. او هو برضه عموما يا شباب لو قال لي ان الاوميجا 2 بتساوي كذا وما قاليش الالفا 2 بتساوي كام؟ اعتبرها بكام؟ بزيرو. لان دي الانبوت اكسلريشن. الانبوت اكسلريشن لازم تبقى معطاه، لو مش معطاه نعتبرها على طول بكام؟ بزيرو. لما ابدا الاناليسيس بتاعتي هبدا من نقطه ثابته، بعدها نقطه ايه؟ ايه؟ بعدها نقطه بي، بعدها نقطه سي، دي، اي، اف. ده اتجاه ايه اللي انا همشي بيه. المعادلات اللي انت كتبتها في الفلوسفي لو خدتها هي هي ومشيت بيها على الاكسلريشن هتطلع المعادلات هتطلع الحل صح بتاعك. بس طبعا مش ايه ما حدش يجي فيه ضغط ايه؟ ايه؟ وطبعا المركبه هتبقى مركبتين، واحده سنتري وواحده سنتشن روتيشنال وهكذا. تعال نشوف الاول، اول معادله عندنا ايه يا شباب؟ عجله نقطه ايه؟ لا كان مركبه مركبتين، واحده سنتريتر واحده تنجيش، عشان نقطه ايه على روتيشن لينك، لينك بيعمل روتيشن. بتساوي ايه المركبة سنتريبتا؟ اوميجا سكوير اهي اوميجا بتاع لينك بي او اي، اوميجا 2 سكوير في او اي. اتجاهها يا شباب توازي مين؟ مهم جدا، وتوازي اي او داخله كده على السنتر. طيب المركبة الثانية، مركبة تانية بزيرو عشان الفا 2 بزيرو. لو كانت موجودة هتبقى موجودة على الاو اي في اتجاه الفا 2. يعني المركبتين دول معروفين. نرسمهم او نرسم المعروف فيهم يعني المعطى دي. هنرسم من النقطة الثابتة طبعا عجلة نقطة A يبقى بنرسمها لمين؟ لنقطة ثابتة. يبقى هنرسمها للنقطة الثابتة. نرسمها للنقطة الثابتة. نرسمها للنقطة الثابتة. نرسم اوميجا سكوير في او اي. خد بالك دايما الاكسلريشن دايجرام بيبقى السكيل بتاعه كبير. يعني مثلا لو قلنا الفلوستي كان 1 سنتيمتر بيمثل 5 متر بير سكند، هتلاقي هنا ايه ال 1 سنتيمتر بيمثل مثلا 100 سنتيمتر بير سكند سكوير. طبعا الاكسلريشن احنا بنقول ايه يا شباب؟ سنتيمتر او متر بير سكند سكوير. يعني السكيل بتاع الاكسلريشن ده بيبقى ايه؟ كبير نسبيا. ليه؟ عشان في اوميجا سكوير. تخيل كده اوميجا سكوير بكام؟ ب 31 و4 اوميجا بس اوميجا 2 ب 31 و4 سكوير واضرب بقى في طول الايه؟ هيطلع رقم كبير جدا. فنرسمه. رسمته موازي لمين؟ رسمته النقطة الثابتة موازي لمين؟ للاي او. عشان كده نزلت كده يا باشمهندس. نزلت كده اللي هو موازي للخط ده ايه او. انتوا معظمكم بيحصل نفس عنده في الحكايه دي، ان انت بتعمل ايه؟ انا عايز الوازي مين؟ ايه او. ايه دي يا شباب؟ ايه كابتن ايه كابتن او اللي هم على مين؟ على الميكانيزم. يعني انا بس خط موازي للميكانيزم، خط موازي للخط ده على الميكانيزم. رسمت جبت نقطة إيه داش، جبت نقطة إيه داش. النقطة اللي بعدها هكتب المعادلة بتاعت إيه؟ بي بالنسبة لإيه؟ أنا هجيب بي يبقى إيه ده؟ إيه بي معادلة إيه فوق؟ إيه بي بيساوي إيه إيه؟
زي الـ AB بالنسبة لـ A. هنشوف برضو كل كومبوننت من الثلاثة كومبوننتس دول بتساوي ايه؟ ماجنتيود ودايمنشن. عائلة نقطة B. خلينا الأول الطرف الـ A الشمال. عائلة نقطة B لها كم مركبة يا شباب؟ نقطة B واقعة على ايه؟ على الـ أربعة. يعني هنسيبها للنقطة الثابتة اللي هي دي كيو، يبقى لها كام مركبة؟ اثنين، واحدة سنتريكتال، واحدة ايه؟ تانجنت. السنتريكتال بتساوي ايه؟ اوميجا 4 سكوير في كيو بي. الماجنيتيود ده معروف ولا مجهول يا شباب؟ اوميجا 4 عندي؟ اه طبعا، كل الموجات عندي. قلت الأول سمعت لما اتهلك جبت ايه؟ جبت من البروس دايجرام كل الموجات. يعني اوميجا 4 معروف. والبار طبعا كيو بي معروف. اتجاهها ايه؟ موازي بي كيو. موازي بي كيو. موازي بي كيو. المركبة الثانية يا شباب. ألف أربعة. أعرفها؟ لا. في كيو بي. طبعا القيمة ديت ايه؟ مجهول. عمودية على مين؟ على بي كيو. عمودية على اللينك أربعة. عمودية على اللينك أربعة. يمين ولا شمال ما اعرفش، على حسب ايه ما تطلع الفا 4 بعد كده الرسم اللي هيطلعها. يعني الطرف اليمين يا شباب ايه 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 معروفه مقدار الاتجاه، جبتها خلاص. ايه بي بالنسبه لايه؟ ايه بي بالنسبه لايه؟ لها مركبتين، واحده سنتريتال واحده تانجنشنال. السنتريتال بتساوي ايه؟ اوميجا بتاعت النت ايه بي اللي هو اوميجا كام؟ 3 سكوير، اوميجا 3 سكوير. ودي معروفه ولا مجهوله؟ معروفه من البروستي اناليسيس. يبقى اوميجا 3 سكوير في اي بي توازي مين؟ بي ايه؟ انا بقول دلوقتي اي بي بالنسبه لايه؟ يعني كان السنتر اوف اتنشن بتاعي هو ناقص اي، يبقى السهم بتاعي من البي للاي مركبه كده. والثانيه ايه؟ الفا 3 في الاي بي عمودية على البنك 3 عمودية على الاي بي او البي اي. تمام كده؟ زي ما اتفقنا ان اي معادلة ما اقدرش احلها غير لو كان فيها ايه؟ مجهولين فقط. لو كان فيها مجهولين فقط، احنا عندنا كم مجهول هنا؟ مجهولين. مقدار الالفا 4 ومقدار الالفا ايه؟ 3. يبقى احنا نقدر نحلها. لسه نبدا نرسم. هنرسم المركبه اللي هي يعني نرسم مين الاول؟ النورمال او التانجنشنال ولا السنتريتال؟ هنرسم المركبه دي الاول ولا دي؟ اكيد دي طبعا. ليه؟ دي معلومه مقدار واتجاه. دي معلومه مقدار واتجاه. ودي معلومه اتجاه بس، يعني بعد ما ارسم دي ابدا احط الاتجاه بتاعها. طيب المركبه اللي هي بي بالنسبه لايه دي يا شباب؟ هنترسم من فين؟ يا اما من الاي داش يا من بي داش. بتشوفوا حرفين المكتوب هناك. تترسم يا اما من بي داش يا اما من ايه؟ من ايه داش. انا عندي مين؟ اي داش. يبقى هنرسم المركبه سنتريتا توازي مين؟ بي اي. مركبه سنتريتا توازي البي اي. يعني هنسيبها ازاي يا شباب؟ كده اهي. وفي نهايه عملت ايه؟ عمود عليه كده ولا كده؟ ما اعرفش. اللي هي المركبه الثانيه. المركبه الثانيه المهم النقطة اللي أنا جبتها ديت، هل هي نقطة بي داش؟ لا مش هي نقطة بي داش، مش دي مش دي عجلة نقطة بي، إنما لسه على نقطة بي داش وعلى الخط ده. سميت النقطة دي يا شباب؟ أنا رايح من نقطة إيه رايح من نقطة إيه رايح على مين؟ بي. سميت النقطة إيه بي. سميت النقطة إيه بي. لأن ده هتفيدنا بعد كده لما أجي أحسب الألفاظ. المركبتين التانيين دول يا شباب دي ودي. هنسميهم الأول
سنتريفر هتترسى من فين؟ بص بص الاكسلريشن اسمها ايه؟ بي. يبقى هتترسى من فين؟ يا اما من بي هاش يا اما من النقطه الثابته. يا اما من النقطه الثابته. اذا حاسب النقطه الثابته خط يوازي مين؟ بي كيو. يعني حاجه من هنا عايز نحط ازاي يا شباب؟ طلع لفوق كده كده ومن هنا تعمل ايه؟ عمود. طبعا العمود هيتقطع مع العمود ايه؟ يعني يا شباب دي كانت صوره بتعمل البوتر ايه؟ عشان اجيب بي بالنسبه لايه؟ رسمت واحده سنتيمتر موازية لل بي اي. بص البي اي بتاع الميكانيزم طالع ازاي؟ طالع لفوق. يبقى رسمت النقطة هنا ايه؟ النقطة دي خط طالع لفوق بالمقدار ده معروف اللي هو اوميجا سكوير 3 في الاي بي مقسوم على السكيل اللي انا برسم دي. وبعدين خدت ايه؟ خط عمود عليه. المركبة الثانية حاجات نقطة بي واحدة سنتيمتر بتوازي مين؟ بي كيو. هترسم النقطة الثابتة رسمت خط يوازي بي كيو. خط بيوازي بي كيو المقدار ده معروف اللي هو اوميجا 4 سكوير في ايه؟ في كيو بي معروف ورسمته على السكيل بتاعه. وبعدين في النهايه عملت ايه؟ عمود. العمود ده اتقطع مع العمود ده اللي كنت عامله في البدايه في نقطه بي داش. يبقى كده جبت نقطه ايه؟ بي داش. رسمت موازي وبعدين عمود. التنجنشن نفس الكلام اللي عملت ايه؟ سنتريفر والتنجنشن. التنجنشن والتنجنشن اتقطعوا ايه؟ مع بعض نقطة بي داش. جبت كده يا شباب نقطة بي داش. أنا بعد ما بجيب المركبة سنتريفر بوصل لنقطة مش هي نقطة البي لكن نقطة بين مين ومين؟ أنا من هنا نقطة بين الـ A والـ B اللي أنا عايز أوصل لها. طب ومن هنا؟ أنا طالع من الـ Q ورايح لمين؟ لـ B. سميتها إيه؟ QB. يعني دايما النقطة الوسيطة اللي في النص ديت برسمها بكتبها باسم الحرفين يعني أنا رايح منه لـ A. جبنا B داش يا شباب. عايزين نجيب نقطة C داش. نقطة Q وB وC وعين على ايه؟ على خط واحد هنا وطلعوا وعين على خط واحد فين؟ الفلوستي لازم يطلعوا على خط واحد فين؟ في الاكسلريشن. يعني نقطة Q داش وB داش وC داش لازم يقعوا على خط واحد ويحققوا ايه؟ الريشيو بتاعتنا. يعني ليه الريشيو الأول كده؟ كيو سي مين كيو سي الاولانيه؟ طول اللينك كيو سي على كيو بي. طول اللينك كيو بي بيساوي كيو داش سي داش على كيو داش بي داش. يبقى فين نقطة سي يا شباب؟ سي داش اعمل ايه الاول؟ اوصل مين يا شباب؟ كيو داش بي داش. ويبقى فين نقطة سي على الخط ده؟ تحت الناحية دي كده. ليه؟ عشان كيو في النص ما بين البي والاي والسي. يبقى هنوصل الخط ده ونمده من تحت كده واحسب الكيو سي داش من هنا كيو داش سي داش واطلع نقطة سي داش. وصلت كيو داش سي داش وديته الناحية التانية جبت عليه نقطة سي داش. يا اما بالحساب زي ما حسبنا كده يا اما بالرسم. يا اما بالرسم. الرسم طبعا بجيب من عند نقطه بي داش اللي هي معروفه عندي ارسم ايه؟ اي خط باي ميل واخد عليه اطوار للبيك نفسه. بي كيو بي سي. وصل الكيو للكيو ومن عند سي ارسم ايه؟ موازي الخط بتاع امتداد البي كيو. جبت نقطه سي. النقطة اللي بعدها دي
يعني عشان ما تخبطش نفسك احنا فكرنا قبل كده في الفلوسفي. شوف المعادله اللي مكتوبه بعدها، سرعه نقطه دي بتساوي سرعه نقطه سي. انا بقول سرعتنا، سرعه دي كانت بتساوي سرعه ايه؟ سي زائد دي بنسبه نفس المعادله كده ايه؟ اكسلريشن. يبقى الاكسلريشن بتاع نقطه دي، الاكسلريشن بتاع نقطه دي بتساوي الاكسلريشن بتاع نقطه سي زائد ايه؟ دي بالنسبه لسي. برضه ثلاث مركبات مفروض ماجنتيود ودايركشن لكل واحده فيهم، ويطلع في الاخر ايه؟ مجهولين فقط. الـ A دي لو طرف الشمال، A دي نقطة دي يا شباب وعلى ايه؟ على اكس 6. يبقى هنسيبها نقطة ايه؟ اس. هنسيبها نقطة اس. لها كام مركبة؟ اثنين، واحدة سنتريتر متجهة من الدي للاس، واحدة ايه؟ تانجنت عمودية عليها. السنتريتر بتساوي اوميجا 6 سكوير المعروفة يا شباب في ايه؟ اس دي عمودية بتعمل لمين؟ للدي اس. يعني لما نرسمها هنسيبها فوق كده. واحدة ايه؟ تانجيشن اللي هي الفا 6 في الايه؟ في الاس دي عمودية على الاس دي. المركبة الثانية اللي هي دي بالنسبة للسي، دي بالنسبة للسي لها كام مركبة؟ اثنين، واحدة سنتريتر من فين لفين يا شباب؟ من الدي للسي. يعني بقى ارسمها سنة كده في الاتجاه ده، واحدة عمودية عليه. المركبة المركزية معروفة مقدار الاتجاه، أوميجا 5 معروفة، والمركبة الإيه؟ الترانزيشنال مجهول مقدارها لكن اتجاهها معلوم. نرسمه. نرسم المركبتين دي بالنسبة للسي. هيترسموا فين يا شباب المركبتين دول؟ دي داش او سي داش؟ دي داش او ايه؟ سي داش. انا عندي كان عندي مين؟ سي داش. يبقى هحسبهم سي داش. هتيجي عند نقطه سي داش وترسم خط يوازي مين؟ بي سي. طلعت فوق يا شباب بمقدار كام؟ اوميجا 5 سكوير في سي دي. حسبت المقدار وقسمته على السكيل وجبت المقدار ده رسمته، وبعدين رسم ايه؟ عمود عليه. رسمت واحد مركزية اهي وبعدين عمود. التاني هرسمها من فين؟ من النقطة الثابتة. والكلام دي هرسمها من النقطة الثابتة اللي هي نقطة اس داش. هرسم واحدة ايه يا شباب؟ موازية لمين؟ دي اس. هاجي من هنا كده ارسم كده وبعدين ارسم ايه؟ خط عمود. المركبة المركزية معروفة هرسمها بمقدار معين. في كده هي دي يا شباب مركبه مركزيه موازيه للدي اس. رسمت موازيه للدي اس ومن نهايته رسمت ايه؟ عمودي قطع مع عمود الاقل فوتش دي اس. طبعا النقطه دي ثبتها ايه؟ انا رايح من اس ل تي، ثبتها اس دي. وهنا كنت رايح من فين لفين؟ من السي ل تي، ثبتها سي دي. بعد كده فين يا شباب؟ نقطة دي عندي ونقطة اس عندي، يبقى اقدر اجيب نقطة ايه؟ ان انا هعمل مثلث مشابه للمثلث ده. هم عاملين هنا مثلث ثلاث نقط دول، عاملين هنا مثلث، عملوا هنا مثلث، هيعملوا هنا برضه ايه؟ مثلث. طب فين ال الدي والاس؟ ادي نقطة دي يا شباب وادي نقطة اس. نقطة الاي داش هتبقى فوق ولا تحت؟ قلنا نعرفها ازاي؟ اقرا المثلث اللي على الميكانيزم واعمل زيه هنا.
يبقى نفس الاتجاه يعني. اقرا كده اس بي اي. ايه ده يا شباب؟ كاونتر كلوك وايز. اس داش بي داش اي داش لازم تطلع فوق. نحسبها ازاي؟ نحسب الريشيو. طبعا الريشيو الاولانيه دي كلها معروفه، معروف قصد مقام فيها مش كده؟ ده طول الليف، وده اللي انا جبته اللي هنقيس الاس داش دي داش. هجيب من هنا ايه؟ اس داش اي داش، واجيب كمان ايه؟ وبعدين في الدايجرام بتاعك اكس نقطه دي داش وفي نقطه اس داش، وهات ايه؟ القوس. طبعا القوسين هيبقوا فوق وتحت، خاطر ايه؟ اللي فوق اتفقنا ان هي هتبقى نقطه اي داش فوق. أو الرسم للناس اللي هي ايه؟ تعرف ترسم. اهو شايفين المثلث ده يا شباب؟ المثلث ده مشابه للمثلث ده، مشابه للمثلث اللي هنا. فهو لي نقطة اف، فهو لي نقطة اف، هو لي في ال اي اف يساوي ال اي اي زائد ايه اف بالنسبة لإي. اكتب المعادلة. ايه اف يساوي ايه اي زائد ايه اف بالنسبة لإي. طبعا نقطة اف يا شباب اللي هو الطرف الشمال، نقطة اف تتحرك ازاي؟ لا تكبر كده، ده حركة اسمها ايه يا شباب يا باشمهندس؟ حركة سلايدي، حركة انتقال متوازي، يعني مالهاش غير ايه؟ مرتفع ليه اتجاه؟ اتجاه الحركه، اتجاه الحركه بتاعتنا، بتتحرك في اتجاه الفلسفه. يبقى ايه؟ انا ما اعرفش الماجنتود بتاعها، لكن الاتجاه يا فوق يا تحت. مركبه بقى ايه؟ الريلاتيف اف بالنسبه لاي. اف بالنسبه لاي لها مركبتين، واحده سنتيمتر من فين لفين؟ من الاس للاي، احتسبها فوق كده. واحدة ايه؟ تانجنش. السنتريمتر اوميجا 7 سكوير في الاي اف، معروفة اوميجا 7 من الجوز، بتوازي اف اي وليس اي اف. والمركبة التانية الفا طبعا اللي انا ما اعرفهاش، واتجاهها ايه؟ عمودي يعني. دي هتترسم منين ودي هتترسم منين؟ دي هتترسم من فين يا شباب؟ من الفيكسد. من الفيكسد. وده هتترسم من فين؟ من الاي داش. من الاي داش هنرسم جيت من الاي داش، من الاي داش رسمت موازي لمين؟ للاف اي، طلعت فوق اهي بالمقدار ده اللي هو معروف، ورسمت عليها ايه؟ عمود. وجيت من نقطة النقطة الثابتة، رسمت خط ايه؟ فيرتيكال، قطع معايا العمود في نقطة اف داش. تمام كده يا شباب؟ بعد كده أي حاجة عايزين نجيبها من الايه؟ من الدايجرام. يعني مثلا لو عايز أجيب ألفا 7، ألفا 7 هتساوي ايه؟ المركبة المهمة اللي التنزيلشن ديت على الاي اف، على الاي اف. فين المركبه دي يا شباب؟ هندور على النقطه اللي هي دي اسمها ايه يا شباب؟ اف اي. فين النقطه اف اي او اي اف اهي؟ فين المركبه النورمال دي؟ يبقى خد المركبه دي اسها واضربها في السكيل واقسم على طول الليل. جبت مقدارها اتجاهها، حط سهم هنا، نحط يمين ولا شمال السهم ده؟ اي حاجه، بس المهم لو حطيته مثلا السهم داخل على نقطة اف كده، هاخد السهم ده احطه فين؟ داخل على اف، ولففه حوالين النقطة التانية هي اي. يلف ازاي يا شباب؟ كلوك وايز. طب قبل بس نسمع سؤال، المركبة اللي الالفا اللي انا جبتها دي هي طلعت كلوك وايز، طب دي اكسلريشن ولا ديسيبيليشن؟
هتعرف ازاي اعمل في تشوف اوميجا مين؟ اوميجا 7 يعني قرن الفا 7 بايه؟ اوميجا 7 لو الاثنين في اتجاه واحد يبقى سيرني لو الاثنين عكس بعض يبقى دي سيرني طب عجلة نقطة اف نفسها عجلة نقطة اف هتقيس ايه يا شباب؟ الدور اف داش عجلة اي نقطة ابسوليوت فاليو بتقيس من فين؟ من نقطة ثابتة للنقطة من نقطة ثابتة اللي هي نقطة واحدة في الديجرام كله للنقطة اللي احنا بنقيسها قيس ده واضرب في الاسكيل جبت نقطة اف اتجاهها من نقطة ثابتة للايه؟ يعني اتجاهها يبقى بتتحرك لفين يا شباب؟ لفوق طب هنا كانت بتتحرك لفين؟ لفوق يعني الفروس بتاعتها لفوق والاكسس بتاعتها لفوق يبقى دي ايه؟ اكسلريشن طيب يا شباب المساله دي بتتحل قبل المحاضره الجايه